الحقيقه تاريخ طويل جدا جدا للنادي الاهلي مع البطولات الافريقيه، وانا ويمكن يتفق معايا ناس كتير جدا ان اصعب بطوله والاغلى بطوله اعتقد بطوله 2006 وبطوله البطوله اللي فاتت بطوله امبارح، لانها على شكل استثنائي زي ما اتكلمنا، مباراه تاريخيه، مباراه ستحسب للنادي الاهلي على مر التاريخ من خلال حتى حسابات الكاف، حسابات الفيفا، لانها اول مره يقام النهائي على ارض مصريه ما بين الاهلي والزمالك، فريق من بلد واحده او فريقين من بلد واحده. فعايز اقول لكم كمان ان التاسعه كمان فيها ارقام قياسيه كتيره جدا، وهنتكلم مع ضيوفنا فيها ان 36 هدف النادي الاهلي بيحرز 36 هدف في نسخه النسخة الحالية، وده رقم قياسي. بنتكلم كمان على 20 بطولة قارية، 20 بطولة قارية، ده بيحط أو بيقول إن فعلا كيان النادي الأهلي وصل فعلا للعالمية. يمكن إحنا التاني بعد ريال مدريد على مستوى البطولات القارية. فعايز أقول لكم إن تاريخ النادي الأهلي تاريخ كبير جدا، وإن امبارح بصراحة يعني كانت بطولة غالية، بطولة عزيزة علينا كلنا، كنا سعداء كلنا بهذه البطولة، وإن شاء الله يعني السعادة هتستمر. لكن كمان عندنا بطولات، عندنا كأس مصر، عندنا السوبر الأفريقي، عندنا إن شاء الله بإذن الله كمان كأس العالم للأندية. فكل دوت تحديات جاية للنادي الأهلي، لكن دلوقتي احتفالات.